مرحبا بكم. سنتعلم في هذا الدرس كيف ننشئ الإعدادات المخصصة المسبقة لعلامتنا التجارية. بداية سنذهب لصفحة الرسومات المخصصة، نكتب اسم الإعداد ونحدد خصائص شكل النص. ثم نختار العلامة المائية الخاصة بنا بالطبع إذا أردنا، ونختار الخاتمة أيضاً. وبعدها نحدد طرق انتقال الشرائح والنص ونضغط على زر حفظ. الآن نذهب لصفحة الفيديو الذي نقوم بإنشائه، ونختار من تبويب براندينج إعدادات علامتنا التجارية التي قمنا بعملها قبل قليل. أحسنتم يا أصدقاء. انتهى درس اليوم، نلتقي في دروس قادمة. إلى اللقاء.